هاي انا هشام وهيدا شربل. ماشي بلشت. هيدي حمص لميزة وحمص شيف سمسم بلد سمسم واضح. حمص بالطحينة جاهزة للأكل من ماميجز. سو شو حندوق اليوم؟ حمص. حمص يا أول شي هات نطلع على الباكيجز. مليان الحمصات هاي. ما قصدي I love بيروت. I don't. كيف بدي اشتغل انا اعمل كارير بالاي اس ام ار ببيروت؟ بدي اقعد بالخزانة؟ No, we don't want that. Stop breathing. خلص بزيادة. هيدا it's a very basic packaging. تعرف شو بنزعج من هيدا الباكجينج شو؟ انه بيعلق الحمص بكل هول الطراف يلي هيك. لساني ما بيطال هيك. كفه. يا يام. او انا طالع عبالي حمص اليوم. في هيدا الباكج تبعه. That was not supposed to happen. لا لانه everything else was supposed to happen. ما بعرف. بقاش تلعب فيه. شفت الصحن بس تا. انتبه يا. ولو يا هشام شويه الدق شويه الدق يا الله. جيب الكليناكس بالقليله. ليك المره ما بعد حطيتها هون. سوري ما شفتها. يلا على الغسيل. اوكي. سوري. This is not bad. انا بحبه نتفي مع حامض اكثر. سائل بالحمص انه كل واحد بحب الحمص بطريقه مختلفه. انا بحبه هيك مثلا. انا بحبه يكون حامض نتفي صغيره اكثر. هيدا ماميكس. ايه بس هيدا بيقطع. وفي نشاله تو بي سيرفد بصحن. التكشر تبعه حلو كمان ناعم منيح. بس شديد. ايه سميك اكثر. هيدا مش شديد. كتير حمص اكتر. اكتر بكتير. مش حد يعني حمص حمص. بس في فرق دفنتلي. مش بس بالتكستشر يعني. بدو حامض بعد اكتر. انا لقلي بدو طحينة بعد. طحينة وحامض. Both. It's good though. It's good لان طعمة الحمص طاغية بس انه بدو. For people who like the taste of حمص in this. This is perfect. بدو seasoning بس. تمازيح. This is creamy. رورورورور. حبيته اكثر منه لانه طراطور. انا ما باكل طراطور. ما بتعرف؟ لا ما باكل طراطور. وما بتحب الطحينه قلت لي الا لا 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 اي ديد سي انه ما بحب الطحينه الا بالحمص بطحينه. مش عم تاكل طحينه لانك ما بتحب الحلاوه ابدا. هلا مش عم نحكي عن الحلاوه. كيف طيب هيدا؟ مين بده يعمل سبونسر حلاوه تدوقن انا بس انا متفرج. كيف حبيته هيدا؟ لانه طراطور. لك شو طراطور؟ لانه كثير في طحينه. فطلعت تحب الطحينه؟ اكتشف من بعد هالعمر شرب من بعد 27 سنه يكتشف انه بحب الطحينه. وقت قال له جرب فريكه او كول فاصوليا او كول ما بعرف شو بقول لي ما باكل ما بحبهم. رح اشوف حالي امك. هاي مام. اجين. هاي تانت تانت. قد ايه لها طالعه هذيك الحلقه؟ انا رح اعطي ماي رانكينج بعدين اعطي يورز. 1 يعني لميزة سمسم و ماميكس. انا اي ثينك اي وود جو وذ سمسم لانه ذا موست بالانسد حمص. رجع ذوقه اجين من بعد هوليك. ما فيه كثير طحينه ما كثير طعم الحمص طاغيه بده شويه سيزنينج اتس فاين. اذا عبالي طحينه بحمص اي جو فور ذس لميزة. ماميكس فاين بس بده ما بعرف اي وود يوز ات از ا بيس.
تعرف انه بعمل سالاد دراسينج مرات بحمص؟ عجب. ايه.